عبر الهاتف الدكتورة إيف داغر. صباح الخير ويسعد صباحك. صباح النور. يسعد صباحك. خبرينا أكثر دكتورة عن المجالات اللي رح تقدموها من خلال هاي الاتفاقية أو أبرز الخدمات. خلال هاي أول شيء نحن كثير مشكورين أنه إجتنا الفرصة أن نسافر على سوريا، هي بالنسبة لي أول سفرة إلى سوريا، وخاصة مع الاتفاقية بجامعة الباث رح يكون رحلة مميزة لي. خلال الاتفاقية نحن أكثر شيء رح نشتغل على موضوع البنات قدرات، ومنهم القسم تعليم اللغة الألمانية بجامعة الباث، وتقديم امتحانات من المستوى الـ A1 للـ C1. خبرينا أكثر، يعني كنا عم نحكي مع الدكتور إبراهيم إنه من هي الفئة المستهدفة، حكينا إنه الطلاب. طيب رح يتم تدريب الطلاب بس بهي الاتفاقية أم أيضا رح يتم تأمين فرص عمل لهم؟ تمام، هي من فكرة الاتفاقية أنه نحن نبلش من الأول ونكمل للآخر، يعني نحن نبلش هون ببناء القدرات بكذا مجالات جامعة البعث، ونكمل مع الطلاب اللي يحبوا يسافروا على الأمريكا يكملوا الطريق هنيك، يعني من تعديل الشهادات عن تعليم اللغة للتخصص مجال الطب. طب خلينا نحكي اليوم لما نحكي عن اتفاقية بالبحث العلمي، وبنعرف نحن بسوريا تعرضنا لسنوات من الحرب، رغم ذلك حاول الطبيب السوري والطلاب اليوم يثبتوا وجودهم ضمن البحث العلمي على مستوى العالم، فقديش إلى أثر كتير كبير في بناء البحث العلمي اليوم في سوريا، خصوصا عم نحكي نحن عن بناء القدرات، يعني اليوم عم نشوف توجه كتير كبير ببناء القدرات وتوجيه المهارات والذات. تمام، يعني نحن بنعرف وعالمين نعرف أنه الطب السوري كثير مشهور ومطلوب، لأنه تعليم الطب بسوريا مميز جدا بين البلدان العربية والعالمية، فمن ناحية كثير مطلوب أنه بيجي هاي القدرات على بلدنا ونكمل ونشتغل سوا بالمجال الطب. رح تبدأ وقديش رح تستمر، وهل كل فترة رح يكون في مثل هاي الاتفاقيات كرمال نساعد اليوم الطلاب بالتدريب ويلاقوا فرص عمل اليوم بمجالاتهم؟ لو سمحتي فيك تعيدي السؤال. عم نحكي على الاتفاقية، هاي الاتفاقية أمتى رح تتم؟ إن شاء الله خلال الأشهر الجاية، يعني الأشهر الجاية رح يكون في لسه اتفاقيات مستمرة، مشاريع مستمرة لحتى ندعم الطلاب أكثر اليوم بمجالات العمل؟ يعني نحن نبلش أول شيء بهذا الاتفاقية ونبدأ بالأساس، وإن شاء الله في الشهور الجاية أول نتائج إن شاء الله. يا رب نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. شكرا إليك. بالختام إذا حابة تضيفي شيء بخصوص هاي الاتفاقية كيف رح يتم تطبيقها في الأيام القادمة؟ إن شاء الله. ما في شيء ثاني. شكرا كثير إليك. شكرا إليك، أهلا وسهلا فيك.